أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام. للشعب بصمة، تغطيتنا للانتخابات الرئاسية الإيرانية مستمرة من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. نتابع أجواء مراكز الاقتراع وحركة الناخبين حتى إقفال صناديق الاقتراع وصدور النتائج. هذه مايا الأجواء سينقلها إلينا خلال هذه المساحة من التغطية زملاؤنا المنتشرون في أكثر من مدينة ومحافظة. من طهران معنا الزميل عبد الجليل الزبيدي، من أصفهان مالك عابدة، ومن مدينة كرمان أحمد البحراني، وموفدة الميادين إلى طهران الزميلة بسانت الرافية معنا دائما من مشهد. ولكن قبل أن نبدأ هذه الجولة على مراسلينا زميلي عبد الرحمن، ننقل لكم آخر الأخبار المتعلقة في السباق الانتخابي الرئاسي هنا في إيران، حيث قال عباس كدخدائي وهو المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، قال خلال جولة له في مقر لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية إن المشاركة جيدة وستصبح أفضل. وفيما لم تعلن لجنة الانتخابات حتى الآن أي نسبة مشاركة، تحدثت وكالة فارس عن نسبة مشاركة بلغت 37% حتى الساعة 7:30، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة، بحيث يواصل نحو 60 مليون إيراني الإدلاء بأصواتهم في نحو 67 ألف مركز للاقتراع في البلاد. وزير الثقافة والإرشاد الإيراني مشاهدينا عباس صالحي توقع إعلان مزيد من الأخبار الجيدة حتى منتصف الليل. وفي تغريدة عبر تويتر قال صالحي إن الشعب الإيراني صانع المفاجآت، وهذه المرة في الانتخابات الرئاسية، ووصف موجة المشاركة بالمبهجة. عبد الجليل، عفواً، تفضل. مشاهدينا من طهران مع محل ميادين للشؤون الإيرانية عبد الجليل الزبيدي. إذن عبد الجليل، هل لا زال الناخبون الإيرانيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، خاصة أنك أنت مستمر معنا من مركز اقتراع في جنوب طهران؟ إذن كيف يبدو مشهد الاقتراع حتى هذه اللحظة ونحن نتحدث عند الساعة 9:30 في توقيت طهران؟ عبد الجليل. نعم عبد الرحمن، ما زال هذا المركز الاقتراع مكتظ بالناخبين. تقرر أنه يتم تقسيم الناخبين إلى دفعات، ويتم وضع حاجز في المدخل ريثما ينتهي الموجودون في الداخل من التصويت. وهذا طبعا الإجراءات جزء منها ب طلب من الفرقة الصحية الموجودة هنا، وذلك لتفادي أو وفق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. الزحام هنا على أشده، سواء على يميني بالنسبة لتصويت السيدات، وأيضا على جهة اليسار هنا تصويت الرجال. لم تتوقف، ويتوقع طبعا خاصة في هذه المناطق أنه هناك تزداد وتيرة التصويت ليلا، خاصة أنه هذه المنطقة يعني غالبيتها من الكسبة الذين يأتون عادة بعد 7 و8 عبد الجليل عفوا، ولكن فقط هو اللافت أن يستمر هذا الزخم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع حتى اللحظة انطلاقا من هنا. صناديق الاقتراع أو مراكز الاقتراع على الأقل ما يتعلق ب أو التصويت بمجلس الشورى، تكميلية مجلس الشورى وتكميلية مجلس خبراء القيادة وانتخابات البلدية، أنها سوف تنتهي بالساعة 9:00، ولكن تبين أنه هذا غير صحيح وأن الانتخابات متواصلة ولم يصدر أي شيء رسمي بشأن التوقيتات باستثناء الإعلان الرسمي عن 12:00 والتمديد المحتمل إلى 2:00 صباحا. بالنسبة للأرقام بشأن نسبة التصويت، طبعا ورد الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنه منصة تابعة لأنصار السيد همتي يتحدثون عن 15 مليونا صوتوا لغاية الساعة 4:00 عصرا. أيضا الخبر الذي أذعتموه بشأن وكالة فارس التي تحدث عن نسبة
تصويت 37%. عموما السيد عباس كدخداي وكذلك معاون وزير الداخلية نفى كل هذه الأرقام وقال لا. أن المصدر الرسمي والوحيد الذي يعلن عن سواء النتائج الأولية أو عن أرقام نسبية هو فقط وزارة. بما أنكم الزميل عبد الجليل تحدثتم عن وكالة فارس أيضا، هذه الوكالة ذكرت بأن هناك 6 محافظات إيرانية أرسلت إلى وزارة الداخلية هنا في إيران تطلب مزيدا من الأوراق للاقتراع، لأن كل هذه الأوراق يعني نفذت كما ذكرنا. اسمح لي زميلي عبد الجليل، لأن الصوت يتقطع من عندك، بأن أنتقل إلى الزميلة بيسان طراف، هي معنا من مشهد. ولكن قبل أن ننتقل إلى بيسان ننتقل إلى أحمد البحراني زميلنا، هو معنا من كرمان منذ ساعات الصباح الأولى يواكب هذا المشهد الانتخابي وسينقل لنا مشاهداته الآن في هذه المنطقة. يعني ما يا الزميل أحمد، يبدو أنه لا يسمعنا في هذه الأثناء، هو من كرمان. أحمد إذا هل أنت معنا الآن وتسمعنا؟ تفضل، نطلب منك أن تنقل لنا الأجواء لديك في كرمان. نعم يا نستثمر الوقت وفي إطار تغطية قناة الميادين المستمرة للانتخابات الرئاسية الإيرانية وبالتحديد من محافظة كرمان، نستضيف معنا هنا محافظ كرمان السيد علي زيني فاند للحديث عن آخر المستجدات حول العملية الانتخابية. جناب زيني فاند، انتخابات رو چطور می‌بینید و حضور مردم رو به چه صورت می‌بینید؟ آیا مشارکت اینطور که پیش بینی کردید بوده یا اینکه کمتر از هل كانت ضمن التوقعات بالنسبه لكم؟ اولا در جوار مرقد أنا في البداية في جوار مرقد سيد الشهداء في المقاومة الشهيد القائد سليماني، وأحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وكما تعلمون فأن نسبة المشاركة والاستقبال هنا كثيفة جدا، وهناك صفوف طويلة تنتظر التصويت، وشعبنا هو صانع للمفاجآت. وفي هذه الدورة أيضا نحن مطمئنون بأن الأرقام سوف تكون مرتفعة، وأن التقديرات التي ظهرت من قبل وسائل الإعلام المعارضة والمعادية هي فقط لبث اليأس، وأن هذه المشاركة في الانتخابات هي تعتبر مظهرا من مظاهر الديمقراطية وعزم الشعب على أهم دليل للمشاركة المرتفعة. هل هي بسبب دعوة سماحة قائد الثورة أو دعوة قادة النظام، أو أن الشعب يشعر بالواجب الوطني والديني؟ رأي بدن خیلی ها این رو اعلام کردن، نظر شما چیه؟ درباره مردم کرمان متفاوت تر از سایر نقاط کشور و واقعیتش هم اینه که إذا يبدو أن الاتصال قد انقطع مع زميل أحمد البحراني الذي كان معنا من كرمان. الآن نذهب مباشرة إلى الزميلة بيسان طراف وهي معنا من مشهد. زميلتي بيسان، هل نقلت لنا الأجواء لديك؟ نعم مايا، نحن الآن أتينا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة كوسانجي هنا في منطقة كوسانجي، أي جبل الصخري في مدينة مشهد. هذا المركز الانتخابي يعني اليوم منذ الصباح الباكر حتى هذه اللحظة بحسب ممثل محافظ المنطقة في هذه المدينة في هذه المنطقة السيد رضاء الطلب، بأن الإقبال كان منذ الصباح الباكر حتى التاسعة
مساء ما زال الإقبال وصفه بالممتاز، وأن هناك مشاركة شعبية كانت كبيرة هنا في هذا المركز تحديدا، ولاسيما من قبل الشباب الإيراني الناخبين الشباب الذين ما زالوا حتى هذه اللحظة يتوافدون إلى هذا المركز للإدلاء بأصواتهم. هذا المركز الذي طبعا ينقسم، أو المسجد ينقسم إلى قسمين، هنا مخصص للرجال، وهناك أيضا خارج هذا المسجد قسم مخصص للنساء. يمكن أن نشاهد بعدسة الكاميرا هذه اللجنة الانتخابية. أيضا أود الإشارة أن هذه المنطقة تعد جزءا من الأحياء القديمة الملتزمة في مدينة مشهد، وبحسب أيضا رضاء الطلب أهمية هذا المسجد تحديدا للناخبين في مدينة مشهد الذين يتوافدون إليه، أنه أولا على اسم النبي، ويتبارك في الناخبين في تحديد مستقبل جديد لهم، وثانيا بسان سنعود إليك بعد قليل، ولكن لأنه هناك محافظ كرمان متواجد مع الزميل أحمد البحراني وهو يجري معه مقابلة، مضطرون لأن نعود للزميل أحمد. إذن الهواء لك أحمد لتكمل هذه المقابلة مع محافظ كرمان، إليك. نعم عبد الرحمن، كنت قد سألت المحافظ ما هي الأسباب وراء هذا الإقبال الشعبي الكثيف، هل دعوة قادة التيارين الأصولي والإصلاحي والدعوات التي وجهها المرشد هي السبب، أم ربما هناك أسباب أخرى أيضا، لأنه الكثير من المواطنين يؤكدون أن وجود ضريح قاسم سليماني الشهيد قاسم سليماني هو سبب الإدلاء برأيهم بهذه الطريقة المكثفة؟ بله، مردم کرمان رو که من عرض کردم در کل هم فضای مشارکت انتخابات شعب کرمان و به شکل عام ممکن گلمندی از في الحقيقه هم دوما كانوا مخلصين للثوره ومدافعين عن مبادئ وقيم الثوره، معيشتي درآمدي مردم مردم در سخت ترین شرایط دارند، ورغم مشاكلهم المعيشيه ومطالبهم الاقتصاديه، ولكن وضعوا كل هذه الامور جانبا في الوقت الحاضر وهبوا للمشاركه في الاستحقاق الانتخابي دعما لقيم ومبادئ الثوره. وأيضا هم لبوا دعوة قائد الثورة والذي قال بكل صراحة بأن مشاركة الشعب سوف تجعل رئيس الجمهورية القادم قادرا باقتدار كبير على حل هذه المشاكل، وأيضا سوف يجعله قادرا على مواجهة الضغوط الخارجية ورفع العقوبات الظالمة ضد الشعب الإيراني. وخلال الأسابيع الماضية هنا فإن كافة قيادات التيارات المختلفة السياسية والاجتماعية وكذلك النخب الجامعية أيضا دعت الشعب وبذلت جهودا كبيرة لدعوة أبناء الشعب للمشاركة، أبناء هذه المحافظة للمشاركة بكثافة في الانتخابات. دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا است. آیا این انتخابات واقعا بعد از این انتخابات شاهد این پایان هل ان هذه الانتخابات برايكم سوف نشهد وفاقا بين التيارين الاصولي والاصلاحي بعد انتهاء هذه الانتخابات؟ اصلا ساختاری برای پایان دادن به اختلاف، انتم تعلمون بان هيكليه القوة هنا في ايران وهيكليه النظام وكذلك نوع العلاقه بين التيارات السياسيه هي تقام على الأخوة والوئام، وأن مشاركة الشعب هنا الكل مساهم في دعم وبناء هذه الثورة بعيدا عن التوجهات السياسية والحزبية والجناحية، وأنتم ترون هنا مختلف الأشخاص الذين ربما ينتمون إلى تيارات مختلفة يقفون في هذه الطوابير ليدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس الذي يتوقعون منه أن يحل مشاكله المعيشية والاقتصادية. لذلك فأن هذا الحضور الواسع سوف يساعد
الرئيس المنتخب للحضور بقوة على الساحة الدولية وعلى الساحة الإقليمية، وكذلك سوف يمكنه بقوة من حل مشاكل الشعب من خلال الرصيد الذي سوف يتمتع به من الشعب. هل تتوقعون أن الانتخابات سوف تذهب إلى المرحلة الثانية؟ أم أن المشاركة كانت مكثفة بحيث تحسب من المرحلة الأولى؟ الاستطلاعات التي تمت قبل بداية الانتخابات وحتى بعدها، نحن نهتم بالدرجة الأولى بنسبة المشاركة، والتي إن شاء الله نتوقع أن تكون عالية جدا، وبهذه المشاركة سوف إن شاء الله تحسم الانتخابات من المرحلة الأولى. ولكن وكذلك الفئة الرمادية أيضا، نحن نرى بأنهم جاءوا إلى صناديق الاقتراع بكثافة في الساعات الأخيرة في هذه الساعات، لذلك فإن المحللون والمراقبون يتوقعون أن تحسم الانتخابات بنسبة مشاركة عالية من المرحلة الأولى، ولكن يبقى الاحتمال قائما بأن تذهب الانتخابات للمرحلة الثانية، فالشعب حر في إدلاء صوته للمرشح، ولا يمكننا التنبؤ بأن الانتخابات سوف تحسم 100% من المرحلة الأولى أم هناك مرحلة ثانية. هذا يعود إلى نسبة المشاركة وإلى ميول وتوجهات الناخبين هنا، والتي ترتفع ساعة بعد ساعة نسبة المشاركة في المحافظة بحسب التقارير التي تصل إلينا من مدن المحافظة. نعم. نعم عبد الرحمن، عفوا مايا، بالنسبة لنسبة المشاركة الشعبية في مدينة كرمان بحسب التوقعات وبحسب بعض المصادر سواء من مجلس المحافظة أو من مؤسسات دستورية أخرى، توقيت هذه الانتخابات سيستمر حتى الساعة 12 من منتصف هذه الليلة، وفي حال استمر هذا التواجد الشعبي المكثف كما تشاهدون هنا خلفي، المئات هنا في العديد من الطوابير، كل طابور يضم العديد أو المئات من المواطنين الإيرانيين، وبالتالي في حال استمرت هذه الحشود بالتوافد إلى هذا المركز وبالتوافد إلى المئات من المراكز الاقتراع المنتشرة في عموم محافظة كرمان، ليس من يعني من غير المستبعد أن تصل نسبة المشاركة في محافظة كرمان إلى أكثر من 57 أو 58%، وبالتالي ستكون من أعلى المحافظات الإيرانية مشاركة في هذه الانتخابات. وهناك عدة أسباب ربما أشار إلى بعض من هذه الأسباب محافظ كرمان السيد علي زينيفاند. نعم زميلي أحمد، إذن أنت معنا من كرمان، ولكن ننتقل الآن إلى أصفهان مع الزميل مالك عابدة الذي يعني يتابع الأجواء، أجواء الانتخابات الرئاسية في هذه المدينة منذ ساعات الصباح الأولى. زميلي مالك، وأنت تتنقل من مكان إلى آخر في أصفهان، هل نقلت لنا الأجواء لديك الآن؟ تحية لك مايا والزملاء والسادة المشاهدين، دعيني أبدأ بما قاله محافظ مدينة أو محافظ إصفهان قبل قليل حين أكد بأن هذه الانتخابات أو صناديق الاقتراع سوف تبقى مفتوحة أمام الناخبين طالما أن هناك ناخب واحد متواجد في الطوابير ومتواجد في الصفوف في هذه الأماكن، بمعنى أن الانتخابات قد تؤول إلى التمديد في حال استمرت هذه الأعداد التي تلاحظونها كما سوف يرينا إياها زميلي المصور غفوريان حتى هذه اللحظة، ونحن نتكلم الآن عن الساعة 10 مساء. هذه الأعداد لا تزال حتى الآن تتوافد بشكل كبير إلى هنا إلى مركز بول خاجو في منتصف إصفهان، لا تزال تشارك في الانتخابات وتدلي بأصواتها،
إن كانت هذه الأصوات أو إن كان المواطنون بهذا الحجم سيتدفقون حتى ساعة أو ساعة ونصف أخريات، فمن المقرر الوزارة الداخلية بإمكانها أن تمدد الانتخابات بناء على طلب من المراكز المتواجدة هنا. بالنسبة إلى المشاركة أو نسبة المشاركة، قلنا نحن في تمام الساعة الرابعة بأن نسبة المشاركة حسب اللجنة المعنية بمراقبة الانتخابات هنا قد وصلت إلى نحو 25%، ولكن بعض الوسائل الإعلام المحلية هنا في إصفهان تتحدث عن أن هذه النسبة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم قد ازدادت إلى نحو أكثر من 32%، بمعنى أن هذه النسبة في حال تم الإعلان عنها بعد قليل سوف يتم تمديد هذا الاقتراع أوتوماتيكيا. معي أستضيف عبد الرحمن، إن سمحت لي أستضيف هنا معي السيد عابديني وهو مدير مركز خاجو هنا الانتخابي هنا في وسط أصفهان، وسوف أسأله عن المشكلات أو عن كيف يرون ويقيمون نسبة المشاركة هنا في هذا المركز. السلام عليكم خسينا بشيد امروز این انتخابات چجوری ارزیابی میکنید و آیا با مشکل مواجه شدید یا خیر؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عابدینه هستم، مسئول صندوق سیار مستقر پل خواجو. از صبح که ما اینجا مستقر شدیم سیل عظیم جمعیت برای انتخابات حضور داشتن و از بعد از اون که یه مقدار هوا خنک‌تر شده بود و شرایط بهتر شده بود برای حضور افراد، احساس کردیم که یه صندوق برای انتخابات کم هست و ما درخواست کردیم صندوق دوم اومدن مستقر شده و از اون موقع تا الان سیل عظیمی می‌بینیم که جمعیت حضور پیدا کردن و همین جور با گذشت زمان جمعیت بیشتر می‌شد و احساس می‌کنیم که این جمعیت تا آخرین ساعات اخذ رای ادامه داره وضعیت جمعیت زیاد. امکانش هست تمدید بشه اگر جمعیت با هم روال ادامه میده؟ امکانش هست تمدید بشه؟ احتمال زیاد تمدید میشه. صندوقایی که جمعیت هستند اینا بررسی میکنن، از فرمانداری بهشون دستور میدن که تمدید میشه و احتمالاً تا ساعت دو صندوقایی که جمعیت هستند و حضور دارند افراد برای انتخابات تمدید میشه تا ساعت دو. خیلی سپاس بگذارم، خیلی سپاس بگذارم. السيد عابدين يقول أنه منذ الساعات الصباح الأولى والناس كانت تتدفق هنا عبد الرحمن، وبعد يعني هذا الجموع التي كانت متواجدة هنا. إذا أمكن مالك أن تختصر لنا ما قاله الضيف لأنه لم يكن هناك ترجمة وهو يتحدث إليه قبل قليل، ولو باختصار أن تترجم لنا ما قاله لك قبل قليل. نعم عبد الرحمن، سوف أترجم باختصار. قال بأن هذه الجموع، بسبب هذه الجموع الكبيرة التي جاءت إلى هذا المركز للانتخاب بعد أن تحسن الجو واعتدلت درجات الحرارة، اضطرهم إلى أن يفتحوا طابور آخر وأن يأتوا بموظفين آخرين وصناديق اقتراع أخرى من أجل تخفيف هذا الازدحام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سألته عن أن هل هناك إمكانية لتمديد الانتخابات، فقال أن هناك احتمالية إن كان الإقبال في هذه الحالة فإنه من الممكن أن يتم تمديد الانتخابات في هذا المركز. نعم عبد الرحمن. على كل حال سنعود إليك أيضا مالك بعد قليل لتنقل لنا أبرز ما شاهدت اليوم في هذا اليوم الانتخابي الطويل المستمر مشاهدينا، ونحن بالتالي مستمرون معكم في الميادين في هذه التغطية المتواصلة لتوجه حوالي 60 مليون إيراني لاختيار رئيسهم الجديد في الدورة 13 من الانتخابات الرئاسية الإيرانية. من أصفهان نعود إلى مشهد ونحن نرى مشاهدين في الصورة هذا التدفق للإيرانيين باتجاه صناديق الاقتراع بالرغم من وجود فيروس كورونا، جائحة كورونا، بالرغم أيضا من الطقس الحار اليوم في إيران، ولكن ذلك لم يمنعهم. إذن زميلة بيسان أيضا في مشهد يبدو معها أحد الضيوف لتنقل لنا أيضا بيسان أجواء الانتخابات وماذا سيقوله ضيفك الكريم. إليك بيسان.
يعني أنا كنت هنا في هذا المركز منذ 9 مساء بالفعل عبد الرحمن، يعني ما زال الناس الناخبين في هذه المنطقة منطقة كوسانجي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. هناك الكثير من الشباب، هناك إقبالا ومشاركة شعبية من الشباب الإيراني فاعلة في هذا المركز، والسبب بسبب بحسب هؤلاء الشباب أنه أو أن هذه الانتخابات سترسم مستقبل الجمهورية الإسلامية على الأقل خلال 4 سنوات القادمة. أيضا لاحظت شيئا في هذا المركز قبل أن يعني أتحدث إلى ضيفي، أن هناك مجموعة من الفتية موجودين في هذه الساعة المتأخرة في هذا المركز، ولدى سؤالي عن سبب وجود هؤلاء الفتية هنا. قالوا لي أنهم هؤلاء هم شباب الثورة، عليهم أن يتعلموا ثقافة المشاركة الانتخابية، هؤلاء هم عدة إيران لمستقبلها، وهم من سيتابعون خط الثورة الإسلامية ونهج الجمهورية الإسلامية. أيضا يعني للحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن كيف سرت العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر في هذا المركز، وأيضا لماذا هذا التفاعل من قبل الشباب الإيراني معي ممثل محافظ منطقة كوسانجي في مدينة مشهد السيد رضا الطلب. بداية مساء الخير، كيف سرت العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر في هذا المركز، وأهمية هذه المشاركة التي تحدثنا عنها قبل قليل؟ بعرض سلام وشب خير خدمتون، عرض مكنم شما بعنوان نماینده فرماندار شهر مشهد در این مرکز، استقبال مردم از انتخابات امروز و حضور مردم در این مرکز چجوری بوده در طول امروز؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن خیر مقدم خدمت عزیزان، استقبال در این مکان بسیار زیاد و استقبال خوبی، به خصوص نسل جوان و نوجوانان ما که به سن تکلیف رای دادن رسیده بودند. اولا اهلا وسهلا بكم ورحبوا بكم. حضور المواطنين كان حضورا فاعلا، وعلى الاخص حضور الشباب الذين وصلوا الى السن او العمر الذي يحق لهم الانتخاب به كان فاعلا في هذا المركز طول هذا اليوم. مسجد الصبح ساعت 7 صبح شروع کرده به فعالیت برای رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری که نقش مهمی در سرنوشت کشور ایران داره. برای شرکت صف و طولانی بودن زمان رأی‌گیری برای جوانان و افراد مسن بسیار مستمر بوده و مشکلاتی رو برای با وجود گرما حضور از پرشور عزیزان رو داشتیم. إنه ومنذ الساعة 7 من صباح هذا اليوم فإن حضور المواطنين كان حضورا كبيرا، والفئات المسنة من الشعب الإيراني ومن شعب هذه المنطقة ومن سكان هذه المنطقة وكذلك الشباب كان لهم حضور مؤثر على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة التي كانت في النهار، ولكن حضور الناخبين في هذا المركز كان على تواتر واحد، وأنتم تشاهدون الآن وترون بأم عيونكم. شكرا. شكرا. يعني كما سمعتم عبد الرحمن ومايا، يعني هذا التفاعل فعلا كان منذ الصباح الباكر، يعني في بقية كما في كل المراكز هنا في مدينة مشهد التفاعل كان منذ الصباح الباكر، خف قليلا أثناء النهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت هنا في مدينة مشهد 40 درجة مئوية، ولكن من يعني أوقات العصر والغروب بدأ التفاعل يزداد أكثر فأكثر، ولكن هنا في هذا المركز تحديدا بقي التفاعل على أوجه منذ الصباح الباكر حتى هذه اللحظات. وطبعا ممكن أن نرى يعني هناك عملية الاقتراع هنا في هذا المركز الانتخابي كما في كل المراكز، أيضا هناك يعني الكل اتبع إجراءات ضمن بروتوكولات لجنة الوقاية من فيروس كورونا التي خصصتها اللجنة الانتخابية. أيضا هناك الصناديق الإلكترونية أو الآلات الإلكترونية للاقتراع عبرها، وتسجيل الأسماء طبعا يكون أو الاقتراع ورقيا، ولكن تسجيل الأسماء يكون انتخابيا، وهي طبعا آلات إلكترونية مرتبطة بسجلات المدنية في المدينة. نعم مايا.
نعم، بينما تتحدثين إلينا زميلتي بيسان من مشهد، هناك تغريدة للمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كتخدائي يقول بأنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم تمديد عملية الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل اليوم. وللتعليق على هذا الأمر وللتوقف عند تفاصيله نعود دائما إلى عبد الجليل الزبيدي، هو معنا من طهران. إذا هل نقلت لنا الأجواء لديك وماذا في التمديد؟ نعم، قبل قليل صدر من بالفعل من عباس كتخدائي التمديد إلى 12. طبعا فالملاحظة ممكن إشارة إليها هي الانتخابات من الساعة السابعة إلى الساعة السابعة عصرا، لكن الذي يحصل إلى الساعة 12 وربما إلى الساعة 2 صباحا هي قرارات تمديد تصدر تباعا، يعني الوقت الرسمي لعملية الاقتراع هي إلى 7 مساء، هذا الرسمي الذي يعني أقر يعني منذ في كل شيء ثابت في كل الانتخابات هو 12 ساعة تفتتح صناديق الاقتراع. فإذا الذي يصدر الآن هو شيء روتيني عبارة عن تمديد لمدة ساعتين، وهذه تستمر إلى ربما إلى الساعة الثانية صباحا. بالطبع هو الإقبال المتزايد على صناديق الاقتراع هذا يحث المسؤولين على التمديد من أجل تسجيل رقم، يعني كما وعدوا الكثير يعني من الفاعليات الشعبية والقوى السياسية وقيادات سياسية مهمة، وعدت بأن يسجل الشعب الإيراني رقما مميزا في هذه الانتخابات، باعتبار أن هذا الرقم الإيجابي الذي يقرب ما يقصد به أنه نسبة تصويت عالية يعلن عنها هو في الحقيقة يأتي أو وليد ظروف صعبة وقاسية. أولا أن في الداخل هناك يعني هو الوضع الاقتصادي والمعيشي الضاغط على المواطنين الإيرانيين، وأيضا هناك ضغط خارجي وهناك دعاية خارجية فعالة ومؤثرة، يعني هناك تجنيد للمئات وربما الآلاف من المواقع والقنوات والإذاعات وما إلى ذلك، وبالتالي حينما يعلنون عن رقم مشاركة كبير في صباح قبيل ظهر يوم غد هو بالتأكيد يعني سيكون رقم تاريخي، قد يكون أقل بكثير من انتخابات عام 2009 أو حتى انتخابات عام 2017 الماضية، ولكن هذا الرقم يبقى بأنه إنجاز بالنسبة لي القيادة السياسية الإيرانية، لأنه هذه المشاركة حصلت بالرغم من الضغوط الخارجية والداخلية. نعم، إذن هذا هو الجو مشاهدينا في طهران العاصمة الإيرانية تحديدا من هذا المركز في جنوب طهران، حيث تتواصل مشاهدينا الجموع الإيرانيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للأدلاء بأصواتهم، ولذلك قرر مجلس صيانة الدستور وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تمديد ساعات الانتخاب أو ساعات عملية الاقتراع حتى منتصف هذه الليلة. وهنا نسأل مالك عابدة المتواجد في أصفهان، أو قبل ذلك مشاهدينا نكمل في سياق الأخبار في هذه التغطية، المكونات الإيرانية شاركت في الانتخابات على تنوعها الديني والعرقي والقومي والمناطقي، فقد أدلى عدد من الإيرانيين من المكونات اليهودية والزرادشتية والمسيحية بأصواتهم الانتخابية في حسينية إرشاد، كما أدلى المواطنون الإيرانيون من مختلف المكونات القومية في إيران من كرد وعرب وتركمان وبلوش وغيرهم بأصواتهم في مراكز الاقتراع المختلفة في المحافظات الإيرانية.
وهي نقطة لافتة نسأل عنها الزميل مالك عابد المتواجد في أصفهان، ربما يجب أن نسأل كل الزملاء عن هذه النقطة أيضا. مالك، هل لاحظتم اليوم أيضا مشاركة مختلف المكونات الإيرانية في هذه الانتخابات، خاصة أنه كما ذكرنا في هذه التغطية في الميادين وذكر ضيوفنا في عدة مناسبات أن هناك حملة إعلامية كانت مسلطة على إيران لثني الناس عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، هل لاحظتم ذلك؟ وثانيا بالنسبة للتمديد، هل سيكون كافيا التمديد حتى منتصف الليل ليدلي كل من هم خلفك بأصواتهم في هذه الانتخابات؟ عبد الرحمن، بالنسبة إلى السؤال الأول الذي سألته عن التنوع القومي وعن التنوع هنا في محافظة إصفهان، إصفهان هي خليط ما بين جميع القوميات الإيرانية إن صح التعبير، يمكن القول هناك عرب، هناك فرس، وهناك ترك، وهناك بختياريين، وهناك أيضا الكرد المتواجدين هنا في بعض المناطق من محافظة إصفهان. كنا في مسجد إمام أو في ساحة نقش جهان لاحظنا نعم وجود هناك بعض الشخصيات الذين جاءوا بلباسهم الرسمي أو التقليدي وشاركوا في الانتخابات، بعضهم جاء بلباسه ليعطي إشارة بأنني من القومية الفلانية أو بأنني من المذهب الفلاني وجئت إلى هنا لأشارك في الانتخابات. أيضا هنا لابد من أن أشير إلى أن محافظة إصفهان أو مدينة إصفهان بالتحديد تعتبر من يعني مركز استقرار المسيحيين في إيران، وهناك لديهم كنائس ولديهم أزقة ولديهم أسواق هنا، وهم متواجدين هنا كنسيج اجتماعي متماسك هنا في إصفهان. لدي هنا كنت تتكلم معي وكان أحد الأشخاص من القومية البختيارية الذي جاء إلى هنا بهذا الرزي الرسمي ليشارك دعني أتعرف عليه وأسأله عن سبب مشاركته في هذه الانتخابات. سلام رستم بخير. التي مشاركت شما در انتخابات چی و اهمیت انتخابات براتون چقدره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، درود عرض ادب دارم خدمت شما و بیننده های عزیز. به پاس قدرانی خون شهدا، به پاس قدرانی زحمات شامت مرزبانان مظلوممان، به پاس قدرانی فرماندهانی که از جان خودشان گذشتن ولی افتخاراتی برای ما باقی گذاشتن، به پاس پدر و مادر شهیدانی که بعد چندین سال امیدشون هنوز نابود نشده و منتظر پیکر فرزندشان هستن، بر خودم وظیفه دانستم مثل بزرگانم به میدان آمدم و خودم را مرد میدان میدانم. امر دیگه باشه. خیلی متشکرم. ضيفي يقول بأنه جاء هنا لأنه يعتبر أن هذه المشاركة في الانتخابات هي وظيفة لديه هنا، وهو يريد أن يسدد الدين بالنسبة إلى عوائل الشهداء الذين ارتقوا أثناء الحرب العراقية الإيرانية. ولكن ما يدعيني هنا في الحقيقة، دعيني أستضيف على عجالة بعض الأشخاص هنا من الجالية العربية المتواجدين هنا في إصفهان منذ سنوات طويلة. معي هنا أحد الشباب اللبنانيين وأحد الشباب السوريين، دعيني أتعرف عليهم وأسألهم عن شعورهم وكيف يرون ويصفون هذه الانتخابات. ممكن تعرفنا عن نفسك؟ أنا الدكتور عبد الحكيم الغزالي، متخصص جراحة عامة وفوق تخصص جراحة تنظيرية في مدينة إصفهان. دكتور، كم سنة صار لك هون في إيران؟ صار لي حدود 17 سنة في إيران. معناتها أنت صار لك يعني شهدت انتخابات الرئيس خاتمي والرئيس أحمد نجاد وأيضا الرئيس روحاني، صحيح؟ يعني أنا حضرت تقريبا 4 دورات انتخابية وهي الدورة الخامسة. هذه الدورة كيف ترونها؟ هاي الدورة كونه أنا تقريبا درسي خلص واللي مشاركة مع الطاقم الطبي هون، أول شيء الشريحة الطبية بأصفهان تقريبا كلها شاركت حسب إن ما قالونا. اثنين، مع وجود الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومع وجود جائحة كورونا عم نلاقي في إقبال كثيف من الشعب هون بأصفهان، والشيء المميز إنه بتلاقي كل يعني المراحل العمرية، بتلاقي الشاب وبتلاقي اللي قاعد على اللي ماشي على الكرسي المتحرك، وبتلاقي الكبير بالعمر، وبتلاقيهم عم يصطحبوا معهم أولادهم حتى يعلمون انه الحضور بالانتخابات والمشاركه هي واجب وطني وعلى الكل ان يشارك به. بالفعل انه مع وجود الاوضاع الاقتصاديه ومراهنه
الغرب ومرات أمريكا على هذه الانتخابات، لكن أنا برأيي هناك حضور كثيف للشعب في أصفهان. شكرا لك دكتور، وأستضيف أيضا يعني مايا وزميل عبد الرحمن هنا أيضا أحد الأطباء اللبنانيين المتواجدين هنا في أصفهان والذي يدرسون الطب. تعرفنا عن نفسك؟ علي مرتضى دكتور. دكتور علي، كيف ترى هذه الانتخابات وأنت أراك يعني منذ ساعتين أو ثلاث ساعات قد أتيت إلى هنا؟ هلا هيدي الانتخابات هون 18 حزيران بإيران، بعد كل الشغل الإعلامي اللي صار، إذا بتشوف الحماس اللي جاي فيه الشعب الإيراني، تمدد الوقت الانتخابات، هلا صار الساعة 10:30، مع كل هيدا الحماس اللي عم نشوفه بنفس الوقت انتخابات بكل هدوء بدون أي مشاكل، وضع أمني ممتاز. إذا خلي الرأي العام العالمي قارن بين هيدي الانتخابات والانتخابات اللي صارت من أشهر بأمريكا، دولة الديمقراطية اللي بتدعي إنه فيها الديمقراطية، وخلي بكرة الصبح بعد إعلان النتائج يقارن ردة فعل المرشحين وجمهورهم مع الانتخابات الأمريكية. هيدا واحد. اثنين، أي واحد من المرشحين الأربعة اللي حيفوز بكرة بغض النظر عن الاسم اللي فاز اليوم أو رأي الشعب الإيراني اليوم، صوت الشعب الإيراني اليوم هو للنظام، نظام المقاومة، نظام الجمهورية الإسلامية، رجع جدد لهيدا النظام. شغلة الثالثة وأخيرة بس، هيدا المشهد مش حيقتصر على إيران، هيدا المشهد قريبا جدا قوات الأمريكية بدها تخرج من المنطقة، وشعوب المنطقة بدها هي تحكم نفسها بنفسها بكل استقلالية. هيدا حكم الشعب بدنا نشوفه بكل دول المنطقة رغما عن أمريكا، وكما خبتم ستخيبون. شكرا لك دكتور. زميل عبد الرحمن ومايا، كما شاهدتم يعني واستمعتم الى عينة من الاراء، سواء كان من ابناء الشعب الايراني من الطائفة او من القومية البختيارية او من بعض المواطنين العرب المقيمين هنا في ايران منذ سنوات. زميلي عبد الرحمن، لا يمكن أن نتحدث عن القوميات دون أن ننتقل إلى الزميلة بسان طراف الذي انتقلت من مكان إلى آخر، تعرفت إلى معظم القوميات الإيرانية عن قرب، التقت بهم، جلست معهم، تحدثت إليهم. بسان، ماذا يمكن أن تقولي لنا عن رحلاتك هذه وعن هذا التنوع الذي لمسته عن قرب، أكان في مختلف المحافظات أو حتى أينما أنت الآن؟ بالفعل مايا، يعني ربما يمكن من أجمل ما يعني ما يعني خلاصة هذه التغطية التي كانت يعني هي انتقالي من منطقة إلى منطقة، التعرف على قوميات، على قوميات تشبه هذا البلد العظيم، هذا البلد يعني المتنوع بقاتنيه وبساكنيه، ولكن يعني ربما يعني هذا الشيء هو نموذج مصغر عن الجمهورية الإسلامية. يعني هنا تحديدا في مدينة مشهد لا يمكن التحدث عن أقلية وأكثرية، هنا هذه المدينة هي فعلا نموذج أيضا مصغر عن الجمهورية الإسلامية. هنا كيفما مشيت في نفس اللحظة يمر عليك الفارسي والكردي والعربي والآذري، كلهم يجمعهم وطنيتهم وانتماؤهم لإيران وحبهم أيضا يعني في نقطة مهمة لأنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، والذي وفق ما عبر لنا الناخبون هو ملجأ لكل إنسان، هو عنوان للإنسانية الذي تفتخر به هذه الجمهورية على مد العصور. أيضا يعني بالانتقال إلى نقطة أخرى، أود التحدث أيضا عن حجم هذه المشاركة التي بدأت تظهر يعني وخاصة مع هذه الساعات من المساء، تشير طبعا بحسب أيضا الناخبين هنا في هذا المركز إلى نجاح العملية الانتخابية، يعني وتعتبر أيضا يعني نجاح في إفشال محاولة مقاطعة الانتخابات. حجم المشاركة أيضا في مدينة مشهد هنا يعني تدفعنا للحديث أيضا عن رمزية هذه المدينة التي تعاد أيضا إلى جانب مدينة قم، يعني عاصمتين علميتين لإيران أو تجمع لمراجع الدين في هاتين المدينتين. ومن هنا يعني اليوم لم نتطرق للحديث عن دعوة القيادات الدينية ولا سيما في هذه المدينة للمشاركة في الانتخابات، إلى جانب طبعا يعني مترافقة مع دعوة المرشد السيد علي خامنئي مرارا، والذي قال بوضوح
أن حل مشاكل البلاد هو في صناديق الاقتراع، وبما أن الناخب الإيراني اليوم هو فعلا يعني يرى أن حل المعضلات الاقتصادية والمعيشية في البلاد يعتبر أو طريق الحل هو في صناديق الاقتراع، لذلك اليوم يعني رأينا المشاركة الشبابية في هذه الانتخابات ولا سيما في مدينة مشهد. لماذا؟ لأن الشعب الإيراني، لأن العائلات الإيرانية تريد إعطاء فرصة لحكومة جديدة تتبنى منهجا جديدا وأملا أيضا بتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة التي وصل إليها الإيرانيون. هنا في نقطة مهمة أنه منذ سنتين أيضا لابد من التذكير وننوه أن كل التظاهرات الشعبية والمطلبية المحقة والتي دائما كان يؤكد عليها المرشد علي خامنئي، وهي كانت خرجت من هنا من هذه المدينة التي هي ذات توجه أصولي أو أنها أقرب إلى التيار الأصولي، ونزلوا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم المعيشية وبتحسين أوضاعهم الاقتصادية. نعم مايا. نعم بيسان، إذن مايا هذا هو المشهد في مشهد، ولكن الأكيد مايا أنه نحن حتى الآن نتحدث عن هذا الإقبال للإيرانيين في هذه الساعات إلى صناديق الاقتراع، ونتحدث عن تزايد نسبة الإقبال، ولكن أيضا المؤكد ربما وهذا سيتضح في الساعات المقبلة هو موضوع نسب التصويت إلى المرشحين الأربعة، هذا سيتم الحديث عنه في الساعات المقبلة. هنا نعود لعبد الجليل الزبيدي، لأنه طهران عادة تعكس ربما نوعا ما موضوع نسب التصويت في الانتخابات. هنا نسألك عبد الجليل الزبيدي محل ميادين للشؤون الإيرانية، هل بدأ الحديث خاصة في الكواليس عن نسب التصويت بالنسبة للمرشحين؟ من هو المتقدم؟ ماذا تقول الماكينات الإعلامية والانتخابية بالنسبة للمرشحين الأربعة؟ هل هناك أي معطيات عن هذا الموضوع؟ عبد الرحمن، يعني بالنسبة للماكينة الدعائية للسيد إبراهيم رئيسي على سبيل المثال، هي تعتبر مشاركته في انتخابات عام 2017 في وقتها كان كل التيار الإصلاحي كان يدعم روحاني منافسه، هم يعتبرون أن النتائج التي خرج بها السيد إبراهيم رئيسي في تلك الانتخابات هي كانت عبارة عن بروفة أو تمرين، وأنه أظهر القدرة ما شجعته إلى أن يرشح في هذه الانتخابات. على سبيل المثال يعني هو حصل في العاصمة طهران التي يعني جزء كبير منها يعني تقليديين يصوتون للإصلاحيين، هو حصل على 42% مقابل 52 للرئيس روحاني. إبراهيم رئيسي تفوق على الرئيس روحاني في مشهد وحصل على 55%، تفوق على الرئيس روحاني أيضا في مدينة قوم، والمنافسة كانت قريبة في حوالي 6 محافظات أخرى. إذن من خلال ذلك والآن هو يتفرد بالصدارة، أكيد أن هناك الكثيرين مثلا كانوا يراهنون على أن طهران سوف لن تكون لإبراهيم رئيسي، ولكن المؤشرات تشير إلى أن إبراهيم رئيسي منافس قوي جدا في العاصمة، وذلك بالإشارة إلى عام 2017 وظروفها حيث حصل على 42%. نحن أثناء جوالنا وحتى في الشارع نسأل، يعني هناك فتيات، هناك سيدات، شباب، نسألهم لمن تصوتون حينما يدخلون إلى مراكز الاقتراع، يقولون لي يعني جزء كبير منهم يقولون لإبراهيم رئيسي. هنا الشعب الإيراني لا ينظر عادة إلى الأمور بالأطر يعني الأطر التقليدية العادية، هو ينظر إلى الكفاءة وينظر إلى الشجاعة، ينظر إلى المرشح الذي يظهر قوة وحزما في الأمور. هذا عادة ما يستقطب، يعني لاحظنا مثلا على سبيل المثال يعني الرئيس روحاني يعني في عام 2013 حينما رفع المفتاح وقال لدي مفتاح كل الحلول وأظهر قوة وتكلم بجرأة بهذا الموضوع حصل على تأييد واسع. عموما يعني هو ليس دعاية ولا أي شيء آخر، ولكن أنا في تصوري أن إبراهيم رئيسي
هو يتصدر على الأقل على الأقل يعني في محافظات سياسية إنجاز التعبير مثل أصفهان، مثل مشهد، مثل قم، مثل شيراز، مثل تبريز، هذه محافظات سياسية إضافة إلى العاصمة طهران، عادة يكون فيها تنافس حاد وهناك إقبال كثيف يحصل في عملية الاقتراع نتيجة الاستقطاب السياسي. لا يمكن أن نتغافل عن السيد قاضي زادة هاشمي. قاضي زادة هاشمي ربما سيأخذ حصة من أصوات إبراهيم رئيسي، ولكن أيضا يعني هو أراد أن يختبر أوزانه وزنه بين الفئة الشبابية. مثلا عبد الناصر همتي قد يكون أيضا قد يكون هو قد حشد خلفه كل القوى الليبرالية والإصلاحية وتفرعاتها من اليمين إلى اليسار والوسط، قد يكون هو قد حشد هؤلاء إلى صالحه، وربما هناك تكتيك الرهان على الجولة الثانية. عموما الخبراء في الانتخابات يعتقدون أن كثرة أو زيادة نسبة التصويت قد لا تعني لصالح إبراهيم رئيسي، بل قد تعني أن هناك قد تظهر عبد الناصر همتي كمنافس، وربما وربما الانتقال إلى جولة ثانية مع إبراهيم رئيسي. شكرا لك زميل عبد الجليل الزبيدي محلل الميادين للشؤون الإيرانية. الشكر موصول أيضا لموفدة الميادين بسانت الراف، كانت معنا من مشهد أحمد البحراني، كان معنا من كرمان، والزميل مالك عابدة كان معنا من أصفهان. شكرا لك زميلي عبد الرحمن. شكرا لك مايا، ونحن مستمرون على كل حال في هذه التغطية إلى حين إغلاق صناديق الاقتراع وما بعد إغلاق صناديق الاقتراع. ابقوا مع الميادين، إلى اللقاء. إلى اللقاء.